أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها كالعادة بالعناوين. استفزازات جمركية حوثية جديدة بالحديدة غرضها ابتزاز التجار. يمنية تؤسس مشروعا لتوصيل وتعليم النساء قيادة السيارات. جريمة بشعة تهز مدينة تعز. ومن الأخبار الأكثر قراءة في البي بي سي، إفلاس شركة دراجات صينية بعد فقدان 90% من دراجاتها. أهلا بكم، والبداية من موقع يمن مونيتور، والذي قال بأن هناك استفزازات جمركية حوثية جديدة بالحديدة غرضها ابتزاز التجار، حيث شك رجال أعمال من إقدام جماعة الحوثي في خواتم شهر رمضان باحتجاز عشرات القاطرات التي تحوي بضائع قادمة من صنعاء وفرض إتاوات جديدة عبر نقاط جمركية في محافظة الحديدة. وقال التجار ليمن مونيتور إن المسلحين الحوثيين يقومون بإيقاف الشاحنات وإنزال البضائع في العراء وإعادة تدقيق البيانات الجمركية بطريقة مستفزة، بالرغم من خروج هذه البضائع من المنافذ بكميات محددة في الأوراق الجمركية. وشكى التجار في الحديدة من احتجاز بضائعهم القادمة من صنعاء أو التي يتم نقلها من المخازن لمحلاتهم في النقاط المنتشرة بشوارع المدينة، وبدء مسلسل ابتزازهم لدفع رسوم غير قانونية ونهبهم بصورة علنية. وفي حديث خاص ليمن مونيتور قال أحد التجار الذي فضل عدم الكشف عن هويته خوفا من مصادرة بضائعه: أصبحت بضائعنا تتعرض للتلف جراء تأخر الإجراءات والتخزين، حيث أصبحت البضاعة تستغرق أسابيع وربما أشهرا حتى تصل إلى صنعاء. وإلى موقع عدن تايم، والذي عنوان: اليمنية شركة طيران أخرى ستحل بدلا عن التي يتم صيانتها. رئيس إدارة أو مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية أحمد العلواني قال في مؤتمر صحفي عقد في عدن أن هناك طائرة تابعة لليمنية ستدخل مرحلة صيانة تستمر عدة أيام، وإدارة الشركة أوجدت البديل بالاتفاق مع شركة طيران أخرى تقوم بتسيير رحلات الطيران من وإلى مطار عدن الدولي. مدير شركة الخطوط الجوية اليمنية منطقة عدن عبد الله الشاعر طمأن المسافرين على متن اليمنية باستمرار الرحلات الجوية وفقا للبرنامج المحدد، وأن الشركة مستمرة في جهودها الوطنية والإنسانية للتخفيف من حدة الأزمة والمعاناة وخدمة البلد أو خدمة للبلد وللمواطنين. أنتم مدينون للشعب بمرتبات سنة، كان هذا عنوان المقال الذي كتبه الوزير السابق وعضو مجلس الشورى خالد الرويشان، معلقا على الكلمة المثيرة للجدل التي ألقاها قائد ما يسمى اللجنة الثورية للحوثيين. يقول الكاتب: بسببكم أصبح كل اليمنيين فقراء. زعيم حوثي يدعو اليمنيين لعدم شراء ملابس لأطفالهم في العيد حرجا من مشاعر الفقراء، لا يعرف أن اليمنيين جميعا أصبحوا فقراء ومعدمين وبلا رواتب منذ ما يقارب من السنة، ووحدهم الحوثيون هم القادرون على شراء الغلال والتلال والعمارات. كان الإمام يحيى في المجاعات يقرض اليمنيين الجائعين شعيرا من مخازن حبوب الزكاة، وهي التي شرعت أصلا من أجل الجائعين الفقراء. تخيلوا أي قسوة في قلب هذا الإمام يبخل بحفنة شعير لمواطن جائع ويقرضه بتعهد أن يرد حفنة الشعير في السنة التالية وبضمان. لا يصرف شيئاً حتى لو فسدت الحبوب في مخازنها وقد فسدت مرارا. هكذا فعل في مجاعة 1942. الأئمة الجدد اليوم أسوأ بمراحل، غير قادرين على صرف حفنة شعير لمواطن ولا حتى على إقراضها، بل هم مدينون لليمنيين بمرتبات سنة. أي قاع مظلم هويتم بالبلاد إلى قعره؟ لا توجد حكومة في العالم مدينة بمرتبات سنة لمواطنيها سواكم يا حكومة أسوأ انقلاب في التاريخ. لا توجد حكومة في العالم مدينة بمرتبات سنة لمواطنيها سواكم يا حكومة أسوأ انقلاب في التاريخ. يحكمون فحسب،
حتى لو تقطعت البلاد وتمزقت، حتى لو مات 30 مليون مواطن جوعا وقهرا، لا هم الذين صرفوا ولا هم الذين انصرفوا. موقع المصدر أونلاين عنون في صفحته الرئيسية: مليون برميل من النفط الخام مجمدة في رأس عيسى تهدد بكارثة في البحر الأحمر. يقول الموقع: 1,140,000 برميل من النفط الخام المجمد موجودة في خزانات ميناء تصدير النفط العائم بمنطقة رأس عيسى على البحر الأحمر، وهي ثروة تساوي 70 مليون دولار، لكن هذه الثروة قد تتحول إلى كارثة إقليمية مع تزايد المخاوف من تسرب النفط، ما يعني حدوث أسوأ كوارث البقع النفطية في منطقة البحر الأحمر. وقد أدت الحرب إلى احتجاز كميات من النفط الخام كانت في خزانات ميناء رأس عيسى النفطي العائم على البحر الأحمر وفق البيانات الرسمية، لكن اليمن يواجه أزمة في تصريف الكمية أو تصديرها لوقوع الخزان تحت سيطرة جماعة الحوثي. وبحسب مسؤولين حكوميين وخبراء، فإن الخزان مهدد بحدوث تسرب، خاصة خلال شهري يونيو الجاري ويوليو المقبل، حيث تشتد درجة الحرارة وترتفع الرطوبة. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية محمد بن عيفان قال في رسالة لوزير النقل: حصل المصدر أونلاين على نسخة منها، إن حدوث تسرب سيكون له خلافا للكارثة الاقتصادية عواقب كارثية على الأرواح والبيئة البحرية والثروة السمكية في البحر الأحمر، لذلك تفريغ الخزان مسؤولية وطنية وأخلاقية ملحة يجب القيام بها على وجه السرعة. الكاتبة افتخار عبده قاربت الوضع المأساوي في اليمن بخيال الأديب، لخصت حالة تلك الشريحة من اليمنيين الذين انتهى بهم المطاف إلى سجون تديرها الميليشيا، وذلك في مقال لها نشره يمن مونيتور بعنوان وطن تحت الركام. وتقول الكاتبة: من خلف ذلك الحائط الكبير أردت أن أتسلل لأبحث عن مقصد قريب. مددت خطواتي بكل شوق وعينين تلمعان بالمحبة. هي مسافة طريق وسأصل إلى ذلك المكان المقصود لأبحث عن أناس فيه لطالما هزهم الموت آلاف المرات، ولطالما زارهم الفناء لمراحل متواصلة. تقدمت قليلا علي أن أصعد ذلك الحائط العالي الصلب، وفعلا صعدت ووصلت إلى أعلاه بعد عناء ومشقة، وقمت حينها بنفض غبار يدي والأتربة العالقة على ملابسي إثر صعود هذا الحائط، وكانت الرياح تصفع وجهي بقوة وعنف تكاد تنفض بي إلى الخارج مرة أخرى. نظرت إلى أسفل الحائط. يا إلهي، إنه المكان الذي أبحث عنه منذ وقت، وهؤلاء الناس معروفون لدي، إن ملامحهم تنبئ عن شيء غير بسيط بينهم. ترى هل جميعهم تربطهم أواصر القربة؟ ولما الصمت مخيم عليهم إلى هذه الدرجة؟ توقفت عيني على أحد أقاربي يقطن في تلك الزاوية من المكان. تبسمت بفرح شديد ولوحت له بيدي، لكنه لا يتكلم. وضعت يدي اليمنى على حاجبي لأدقق النظر فيه، فوجدته مقيدا وعلى فمه لاصق يمنعه من التحدث، عليه أثر ضرب مبرح ودماء تنسال من خديه. زاد صمتي وقل فرحي. تلفت مرة أخرى لتقف عيناي على أطفال يبحثون عن الطعام في تلك الزاوية الأخرى بين أكياس النفايات. لم أصدق ما أرى. أردت أن أهرب من هذا المنظر، فوصلت عيناي على مجموعة من الناس قتلتهم حرارة الشمس وأخذت الريح رونقهم يرفعون أكفهم إلى السماء. أردت أن أهرب ثانية من هذا المنظر المحزن والرياح تعنفني بكل قوة. نظرت إلى بقعة يسكنها أناس غلظاء، نظراتهم مخيفة للغاية، يحملون الأسلحة الثقيلة، ينظرون إلي تارة وإلى الأسر تارة أخرى، وكأنهم يريدون أن يخبروني بأني بعد دقائق سأصبح بين أولئك الأسرى. وفي تقرير أورده الموقع بوست بعنوان يمنية تؤسس مشروعا لتوصيل وتعليم النساء قيادة السيارات، قال الموقع: أجبرت الظروف الاقتصادية المتردية في اليمن العديد من الموظفين على البحث عن بدائل تساعدهم على مواجهة صعوبات الحياة، خصوصا في ظل انقطاع الرواتب،
وفي حين لجأ البعض إلى العمل في القطاع الخاص مقابل أجور زهيدة، ابتكر آخرون مشروعات خاصة للتغلب على الوضع الاقتصادي نتيجة الحرب. من هؤلاء ما أورده التقرير، وهي نبيلة الصعفاني معلمة وأم لطفلين، قررت استغلال سيارتها لفتح مشروع خاص بخدمات توصيل وتعليم قيادة النساء للسيارات. تتحدث نبيلة بأسى عن الوضع الذي مرت به وعن تدهور أوضاعها المادية، فتقول: حبي لقيادة السيارة هو ما جعلني أفكر في هذا المشروع فور توقف راتبي والظروف الصعبة التي مررت بها، وحاولت اللجوء لكل شيء يمكن من خلاله إعالة عائلتي. وترى نبيلة أن فكرة تعليم قيادة السيارات وتوصيل النساء فكرة جديدة في المجتمع اليمني، وهذا ما شجعها أكثر على تبني الفكرة. وتضيف أيضا: على الرغم من الإرهاق والتعب المصاحب لهذا العمل، إلا أن حبي لقيادة السيارة يجعلني أنسى كل المتاعب. يتحدث موقع المشاهد نت عن جريمة بشعة هزت مدينة تعز، وفي تفاصيلها نقلا عن مصادر محلية. مديرة مدرسة دبي الأهلية في صنة بمديرية المضفر وجدت جثة مرمية في إحدى ممرات السيول في التحرير الأسفل بتعز. المصادر قالت بأن القتيلة اختفت من أحد أسواق المدينة بطريقة غامضة، وتم إيجادها جثة هامدة بعد تعرضها للقتل بطريقة بشعة. يضيف الموقع بأن مدينة تعز تعيش انفلاتا أمنيا كبيرا، فقد هزت المدينة قبل 4 أيام جريمة أخرى لا تقل بشاعة عند إيجاد جثة فتاة تم إحراق جثتها في أحد أحياء تعز القديمة. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. في الذكرى الثانية لتحرير عدن من ميليشيا الحوثي والمخلوع، قالت صحيفة الاتحاد: يمثل 27 من رمضان في مدينة عدن انطلاقة جديدة ويوما خالدا سيتذكره الأهالي على مر العصور، وسيدونه التاريخ بأحرف من ذهب عقب انتصار المدينة على ميليشيات الحوثي وحليفها المخلوع صالح. ورغم ما عاشه أبناء المدينة من أوجاع وآلام للحرب الظالمة على يد الميليشيات الانقلابية، فإن ذكرى الانتصار وفرحته كان لها وقعها على كل أهالي عدن الذين خرجوا للاحتفال بدحر الميليشيا أواخر شهر رمضان المبارك، ليمثل بداية لطي صفحات انتهاكات وجرائم بشعة عاشتها المدينة خلال فترة 4 أشهر من احتلالها. اللواء الركن فضل باعش، قائد قوات الأمن الخاصة في عدن ولحج وأبين والضالع، قال: إن يوم 27 من رمضان عام 2015 يمثل ذكرى تاريخية خالدة لتحرير عدن من المد الإيراني الذي مثلت نقطة انكسار لتلك الطموحات بالمنطقة. كنتيجة طبيعية للحرب والغياب، التمويل تم إغلاق أكبر مستشفى حكومي في تعز، كما تقول صحيفة العرب الجديد، والتي أضافت: أعلنت هيئة مستشفى الثورة الحكومي في مدينة تعز عن إغلاق المستشفى بسبب نقص التمويل وتجاهل الحكومة لنداءات الأطباء بتوفير الميزانية التشغيلية وصرف رواتب طاقمها. وجاء في بيان أصدره مجلس إدارة مستشفى الثورة وحصل العربي الجديد على نسخة منه: نعلن بأسف عن إغلاق أكبر مستشفى حكومي داخل المحافظة وتوقفه عن تقديم خدماته الطبية في جميع الأقسام عدا قسم الإسعاف المدعوم من قبل منظمة أطباء بلا حدود. وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي بسبب افتقار المستشفى لأبسط الإمكانات التشغيلية بحدودها الدنيا، رغم كل مقوماته الطبية ورغم كل الخدمات التي قدمها. إدارة المستشفى حملت مسؤولية الإغلاق وزير الصحة العامة ناصر باعوم ومحافظة تعز علي المعمري، ودعت المنظمات الحقوقية والإنسانية وقادت الرأي إلى التفاعل مع القضية باعتبارها ذات صلة وثيقة بالبعد الإنساني.
وعلى خلفية التوتر الحاصل في الساحة السورية التي تشهد حربا متعددة الأطراف، كتب حسان حيدر في جريدة الحياة تحت عنوان إيران تستعجل الاشتباك مع ترامب في سوريا قائلا: تخشى القوى الخارجية الداعمة للأسد من المرحلة التالية للحرب على داعش، وتشكك في النيات الأمريكية غير الواضحة التي تتركها ضحية القلق والحيرة. لكن الغموض الأمريكي الذي ينعكس تخبطاً في القرارات السياسية والعسكرية ليس ناجماً عن تخطيط مسبق، بل عن غيابه. منذ مطلع العام الحالي، تاريخ تسلم ترامب مقاليد البيت الأبيض، ازداد التباعد بين الشعارات السياسية وبين تطبيقاتها العملية، وتفاقم التناقض بين الإعلان المتكرر عن الرغبة في تغيير التحالفات في الشرق الأوسط خصوصاً، وبين التعامل الآني مع الوقائع والمعطيات الميدانية. وفيما ركز ترامب خلال حملته الانتخابية، ثم في تصريحاته الرئاسية الأولى، ثم خلال زيارته المنطقة، على ضرورة كبح جماح إيران ووقف تمددها الإقليمي، والتراجع عن سياسة أوباما في التغاضي عن خططها للهيمنة وتهديدها للتوازنات الإقليمية، كان التنفيذ على الأرض متبايناً إلى حد بعيد، ويتجنب المواجهة مع الانتشار الإيراني المباشر أو بالوكالة في العراق وسوريا واليمن، سوى في حالات نادرة اقتضتها ضرورات عسكرية بحتة. وحتى الآن ليس للولايات المتحدة أي هدف معلن في سوريا سوى القضاء على داعش في رقعته الجغرافية المحاصرة، بل إن قادتها السياسيين والعسكريين يشددون مع كل توتر يحصل مع القوى الأخرى المنتشرة في هذا البلد على أنهم لا يهدفون إلى محاربة القوات السورية النظامية أو الإيرانية أو الروسية، بل الدولة الإسلامية فقط، غير أنهم لا يقدمون صورة واضحة عما ستفعله بلادهم بعد إنجاز هذه المهمة. الهدف المضمر للأمريكيين بعد طرد داعش من دويلته سيكون الاستدارة نحو إيران وميليشياتها، ما قد ينعكس على دعم نظام الأسد ويهدد النفوذ الروسي في سوريا. لهذا تستعجل إيران الاشتباك مع الأمريكيين، وبالتالي تشتيت واشنطن عن هدفها المعلن وإعاقة حربها المنفردة ضد داعش، وربما إلحاق خسائر بقواتها المنتشرة في سوريا والعراق. والهدف الأبعد إجبار أمريكا على مهادنة طهران والتنسيق معها ومع موسكو ودمشق في الحرب على التنظيم وتقاسم عائدها المعنوي والمادي، وبكلام آخر الاعتراف بامتداداتها الإقليمية. وفي أخبار شبكة البي بي سي الأكثر قراءة، قالت إن شركة صينية تعمل في مجال تأجير الدراجات خرجت من سوق العمل والمنافسة بعد أن فقدت 90% من دراجاتها خلال أول 5 أشهر. قالت شركة ووكينج بايك إن معظم دراجاتها وعددها 1200 دراجة فقدت أو سرقت. الشركة الصينية لم تجهز دراجاتها بأنظمة تحديد المواقع الجي بي إس كما تفعل شركات أخرى منافسة، وبمرور الوقت أدركت الشركة ضرورة هذه التكنولوجيا لكن بعد نفاذ التمويل. ويعتقد أنها أول حالة إفلاس لشركة صينية تعمل في قطاع تأجير الدراجات الذي يلقى رواجا في الصين. كبرى شركات التكنولوجيا الصينية تمول مشروعات تهدف إلى تطوير أنظمة تأجير الدراجات بوصفه الحل الممكن لمشكلة الطرق المزدحمة، لكن شركة ووكينج أصغر حجما وركزت نشاطها في المدينة على خدمة قطاع الطلاب بشكل رئيسي. صحيفة القدس العربي وفي صفحتها الأخيرة نقلت عن باحثين سويسريين قولهم إن المصريين القدماء من أوائل من برعوا في ابتكار أطراف اصطناعية مناسبة في الحجم ومريحة في الاستخدام. الباحثون من جامعة بازل السويسرية وبعد الفحص بأحدث التقنيات لإصبع قدم اصطناعي من الخشب يرجع تاريخه إلى نحو 3000 عام، منح الباحثون الحرفي الذي قام بتصنيع هذا الإصبع أعلى تقييم في براعة التصنيع. وذكرت الجامعة في بيان لها أن الإصبع الاصطناعي الذي يرجع تاريخه إلى مطلع الألفية الأولى قبل الميلاد يدل على براعة الحرفي الذي كان خبيرا على أكمل وجه في تركيب جسم الإنسان. وبحسب بيانات الباحثين فإن الإصبع الخشبي كان مثبتا بشريط منسوج في قدم ابنة أحد الكهنة، واستنتج فريق البحث الذي شارك
فيه الخبراء من جامعة زيورخ والمتحف المصري في القاهرة أن صاحبة الإصبع الاصطناعي كانت تولي اهتماما كبيرا بالتجميل والمظهر الطبيعي والراحة في الاستخدام. جولتنا المصورة لهذا اليوم مجموعة صور تحكي عن أبرز أحداث العالم التي وثقتها عدسة الكاميرا ونشرتها صحيفة الديلي تيليغراف. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.